تفتكر ان الفرق النهارده هتروح للتانك بيكس اكتر زي الاسبوع الماضي ولا ممكن نشوف اسيسنز النهارده؟ يعني هو احنا لو يعني لو فكرنا في الموضوع, انت بتتكلم على ليو وبتتكلم الناحيه التمان الناحيه الثانيه على كينجي, فهم اتنين من اكتر ومن اتقل الناس اللي بيلعبوا في الاساسن بيكس. وشفنا طبعا الاثنين هم بيلعبوا سواء كينجي في النسخه السابقه مع سكواد او تيم الهايدرا, والنسخه اللي فاتت برضو شفنا ليو مع فريق الاوكيباي. وبنشوف المره دي يعني بدايه كده بيبندوا مارتس اللي شفنا قد ايه هو خطير في الدرافتس اللي بتتلعب لحد دلوقتي في البطوله, والناحيه الثانيه بيشيلوا ميليسا, واظن هي برضو مستخدمه كتير جدا وبتكون مفيده كتير جدا بالذات لو كان في الاريا كراود كنترول او سيطره الجماعيه سواء كانت من مينيتور او من غيره. وانا شايف كده ان هنروح اكتر للميتا بيكس او للموست يوزد بيكس مش التارجت, انا كنت فاكر عكس كده تماما حقيقي. ولكن اعتقد ان نوعا ما ممكن البنس تظهر فيها تارجت بنس, يعني زي ما احنا عارفين ليو متميز جدا اذا ذكر ليو ذكر اكاي, يعني فهل ممكن نشوف اكاي مثلا متبان من ناحيه الاوكيمي ولا ليو؟ يعني تقريبا البرسنتج بتاعه البيكس عنده باكاي هي اعلى برسنتج بيلعب باكاي كتير جدا في الجنجل, وهو متميز جدا باكاي الصراحه. فهل اوكيمي هيسيبوا له اكاي فري ولا, وهل اصلا ليو حابب انه يروح اكاي ولا؟ ولكن خلينا نقول سريعا سريعا ان فريق اوكيمي اتجه انه يبان ارلوت جنب بجانب ميليسا, وهي بان في الميتا زي ما انت قلت يا ياسو. الناحيه الثانيه جوي بتروح ناحيه مارتس, فعلا لحد دلوقتي هي كلها البنز لسه ميتا, مش شايفين اي تارجت يا ياسو. انا كنت يعني كنت فعلا منتظر ان احنا نشوف تارجت اكتر من كده, ممكن فعلا سينزي متميز جدا بلعبه بجوي, وشفناه يعني سواء كان على البطولات المحليه واكيد يعني لسه هنشوف منه اداءات كبيره في البطوله العالميه. بنشوف دلوقتي مع بعض البان الخاص بجوي, وهي بان مبرره جدا الصراحه, مزعجه جدا كبيك, والاميونيتي الخاص بيها صعب جدا التعامل معاه. ارلوت على الناحيه الثانيه شفنا كلنا الدمج بتاعه بيكون عامل ازاي, شفنا قد ايه يقدر ان هو يفاجئ الخصم ويكون صعب جدا احتماله. فالنتينا هي اخر اختيارات فريق الاوكامي اي سبورت في البان ليست الخاصه بيهم, وبالتالي بيختتموا المرحله الاولى من الدرافت. وفي حين ده ما بيحصل انا مش شايف تارجت على, مش هقول لك على بيكس لحد معين, ولكن حتى الرولز مختلفه. يعني انت الاوكيباي مبندين مارتس, مبندين جوي, عندك ده جونجل, عندك ده اكس بي, الناحيه الثانيه ماركس مان اكس بي لين او جونجلر, وفي نفس الوقت ميج. تفتكر نشوف ميج بان من ناحيه الاوكيباي؟ وارد جدا احنا نشوف ميج بان, ولكن زي ما انت قلت يا ياسو وذكرت ان البانز حاليا كلها ميتا بعكس المتوقع. يعني دايما الفرق اللي بتكون حافظه بعض او الفرق اللي بتلعب مع بعض كتير اعتقد ان نوعا ما بيكون التارجت بانز عندهم اعلى من الميتا, خاصه الفرقتين حافظين بعض وحافظين خطط بعض, فكان وارد ان احنا نشوف تارجت. ولكن البانز كلها رايحه ناحيه الميتا, خلينا نقول ان فريق الاوكيو باي اتجه انه يبان فارمس, وهنا نوعا ما اتجهنا ان احنا نشوف بقى خلاص التارجت بانز شويه هو فارمس ميتا, ولكن في نفس الوقت فريق الاوكي بوي عارفين ان فريق اوكيمي متميز بفارمس وعندهم لاعب متميز بفارمس, وعشان كده اتجهوا ان هم يبانوا فارمس. ده اللي انا قلته يا خالد, واللي حابب ان انا اذكره ان مش كل البنز هتبقى ميتا, يعني وارد جدا احنا نشوف اكاي من ناحيه الاوكيمي. اكيد طبعا ممكن احنا نشوف اكاي من ناحيه الاوكامي, وممكن برضه احنا نشوف من ناحيه الاوكي باي. والاكيد اكتر واكتر هو ان جلو دلوقتي معاه يعني زي تذكره فري كده ان احنا نشوفه, ولكن كان اختيار فريق الاوكامي ببكايه فريدرم. فريدرم من البكات الثقيله جدا في الجونجل, واللي اكيد اثبتت حضورها سواء كانت على النسخه الحاليه او على كل النسخ العالميه اللي اتلعبت عندنا في الميدل ايست. وبنشوف عندنا جلو الناحية التانية, لسه بكلمك عن فري تيكت بالنسبة لبكاية جلو مع عدم تواجد الكاونتر الصريح فارمس, وبالتالي فريق الأوكيباي تيم بيحصلوا على جلو بيك, وكمان بيختتموا بتواجد بيتريكس. هل تعتقد ان فريق الأوكامي حسبها صح وقدروا ان هم ياخدوا بكام مكافاه البكتين تقال زي اللي احنا شايفينهم دول؟ نوعا ما محسوبه صح, يعني انا شايف فريدرين او الاستاذ فريدرين, يعني انا زي ما قلت قبل كده فريدرين لما نيجي نتكلم عنه لازم نديله هيبته, يعني من الشامبيونز الثقيله جدا دلوقتي, وقدامه جلو نوعا ما هنا متكافئه. بيتريكس يعني مش يعني هي بكايه ميتا وممتازه وكل حاجه, ولكن الاختيارات لسه متاحه في الماركس مانات, لسه في برودي, لسه في كلينت. يعني كلينت انا مستغرب ما حدش بيروح ناحيه كلينت ليه, فرجونا على كلينت يعني يا شباب حابين ان احنا نشوف كلينت في حاجات كتير, فعشان كده احنا نقول فريدرين جلو هنا كانت التريد نوعا ما عادله.
بيتريكس يعني اوكي الماركس ميلات لسه متاحه، ولكن خلينا سريعا 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 نتكلم ان بانديتا وفرصه راحوا ناحيه فريق الاوكمي وبنديتا كلمنا شويه عن البكايه يا خالد. انا عايز اقول لك بنديتا احنا ممكن نتكلم عن البكايه، بس خلينا اكلمك بقى بحكم معرفتي بالشخص ده شخصيا. سينزي هو من احسن الناس اللي انت ممكن تشوفها بنديتا، فانا متاكد ان احنا نشوف مزيكا بتتلعب في ارض الفجر ان شاء الله، وبالتالي هيكون مساعد كبير جدا لومينير طبعا ببكايه فرصه اللي من اللونج رينج هتقدر ان هي تهيمن على الماب ويساعدها طبعا الوصول البعيد جدا من ناحيه سينزي، والتواجد في منطقه العمليات هيكون خطر جدا بتواجد كينجي على فريدرين. ليو الناحيه الثانيه بيختتم المرحله الاولى من البكات، وبنشوف معايا زي ما انت كنت تتوقع من شويه بكايه اكاي اللي شارك بيها في الام 4 اللي شارك بيها في الام بي ال مينا، وبنشوفه النهارده بيلعب. فكده نقدر نقول رسميا مفيش اساسنز هتتلعب في الجنجل بعد كده، تقريبا كلها خلاص بقت رايحه تانكي بيكس. الليو زي ما احنا قلنا اذا ذكر ليو ذكر اكاي، يعني فريق الاوكمي كان لازم يعمل حساب اكاي نوعا ما انه معاه فرصه، اكاي بالالتيميت بتاعته بيقدر هو انتربت الالتيميت بتاعه فرصه، ولكن اعتقد ان عندهم خطه ان هم يوقفوا ليو باكاي. ليو نوعا ما مرتاح على اكاي زي ما احنا قلنا اكتر من مره، ولكن حابين نشوف منه يعني متميز جدا باسيسن زي ما احنا شفنا في الام 4 بفاني عمل جيم اسطوري، يعني حابين ان احنا نشوف الكلام ده، لكن طبعا دي خطط الكوتش وخطط الفريق. خلينا نقول ان فريق اوكي باي اتجه سريعا سريعا انه يبان ديجي بجانب فارمس، يعني بالكتين نوعا ما فارمس وديجي، في هو فارمس نوعا ما بيلعب ميد دلوقتي او بيلعب ميتشي وبيقدر يلعب رومينج، نقدر نقول بالكتين رومينج، مش عارف حاسس ان دول نوعا ما تارجت بانز يا اسو. هو طب ما تارجت بانز وفي نفس الوقت برضه هم بيمهدوا الطريق لاكاي لو تاخد بالك، وشايلين صحيح بكايه ديجي اللي تقدر ان هي تعطله شويه وسط التيم فايتس الخاصه بالترتل او اللورد او غيره. وطبعا كلنا عارفين الالتيميت بتاعه هو ممكن اكبر واخطر سلاح موجود عند اكاي، والناحيه الثانيه الاوكامي تيم بيبندوا بكايه في الميج، وبالتالي فريق الاوكامي بعد ما ضمن تواجد الميج وخدمات الدمج او الضرر السحري عنده بتواجد فرصه بيشيل ايف، ممكن كمان ان احنا نشوف واحده على الميج بيكس بوجود طبعا فالنتينا، وبعديها بنشوف ايف. والناحيه الثانيه خلاص هم مهدوا الطريق لليو 100% زي ما انت كنت بتقول، ليو خطير جدا باكاي، مهدوا له الطريق وتواجد برده لجروك على البان، مع العلم ان ممكن جروك يتلعب في الرومينج، وشفنا كريمنال بيلعب بيه في اليوم اللي لعبوا فيه اول مباراه. فبالتالي اظن هي مش تارجت بان، ممكن هي نقول بان موفقه اكتر من ان هي تارجت بان بالنسبه لفريق الاوكيباي تيم. حقيقي خلينا نقول ان كل البانز حاليا هي موجوده في الميتا، طبعا كل البانز من الهيروز القويه جدا، ولكن في بعض البنات اللي بتكون احنا بنحس ان هي تارجت بان، احنا عارفين ان في لاعب مميز جدا من الفريق المقابل بالهيرو ده، وعشان كده هم بيركزوا هم يعملوا بان. لكن سريعا سريعا خلينا نتكلم ان لونوكس هتكون اخر بان من ناحيه فريق الاوكمي، وانا شايف ان هي بان موفقه، ولكن ليه فريق الاوكمي ما اتجهش انه ياخد لونوكس مكان فرصه، وكان عنده الفرصه خاصه ان اكاي وجلو موجودين من ناحيه فريق الاوكي باي. يعني لونوكس زي ما احنا عارفين من الهيروز اللي هي عدوه التانكات او عدوه الهيروز التانكي، وفي تو تانكس دلوقتي ظاهرين من ناحيه فريق الاوكي باي حقيقي، فليه ما اتجهوش ان هم ياخدوا لونوكس اكتر من فرصه؟ يعني قول لي رايك يا اسو. انا شايف ان هم مشيوا على موضوع ان هم يعملوا تارجت بان للميجات زي ما انا قلت لك، خدوا خلاص خدمه التواجد بكايه فرصه، وبالتالي بداوا بقوا مرتخدت، في حين تواجد لونوكس كانت تكون مؤثره جدا عليها، وبرده تواجد بكايه فرصه هيكون خطر كبير لان هي تارجت ثابت بالنسبه لكاليتا، لو موجوده في بوش ولا حاجه كده هيبقى في اداء توكسيك نقدر نقول من ناحيه كاكاشي من ناحيه الاوكيباي. وفاضل عندنا بكتين عند الاوكامي، تفتكر ممكن نشوف ايه في الروم؟ ممكن نشوف ايه في الجولد؟ اعتقد في الجولد بشكل كبير هنشوف برودي، لان احنا شفنا في اغلب الماتشات كان برودي، ولكن كاري فعلا برضه شفناها كتير، وهي بكام موفقه جدا، يعني زي ما تقول فريق الاوكامي سمعني انتم محتاجين حد يعني يتعامل مع التنكات اللي موجوده في فريق اوكي باي، وفعلا اتجهوا ان هم ياخدوا كاري ممتازه جدا ان هي تقدر تتعامل مع جلو ومع اكاي، وطبعا بجانب ميناتور عشان يعززوا التانكس، يكون فريدرين وجنبه ميناتور يكونوا في الفرونت لاين. ميناتور ممتاز جدا، وشفنا اداء ميناتور في الاسبوع الأول وشفنا قد ايه ميناتور كان مؤثر يا يسو.
بيك كاديتا هي نوعا ما مفاجأة، ولكن انا شايفها بيك موفقة جدا زي ما انت قلت. يعني لو التانكس سواء ميناتور او فريدرين ما يدروش ان هم يكشفوا مكانها، والبوش كانت كاديتا قادرة ان هي تاخد بوزيشن عليها كويس، هتكون خطر جدا جدا سواء على كاري او على فرصة او على فرصة برضو. وعندك البيكاية ميناتور اللي بيختتموا بيها، هي بيكاية مميزة جدا وتقدر ان هي تفيدهم في الاريا كراود كنترول، وبالتالي فريق الاوكيبا بيختم الامر وبيتحصل على بيكاية جوليان في الميد لين، وبالتالي بيختتم جميع الفريقين او كلا الفريقين البكات بتاعتهم. وهنشوف مع بعض اداء قوي جدا من فريق الاوكيباي وفريق الاوكامي في اول مواجهات الكلاسيكو المصري. وبنشوف مع بعض دلوقتي البكات يا خولي، حاسس ان هي نقدر نقول متكافئه، ولكن اميل في التيم فايتس بالنسبه لي فريق الاوكامي اللي بيتزين بتواجد فريدرين، بيناديتسا، فورسا، وكمان كاري، واللي هيساعدهم اكيد كريمنال بي تواجد ميناتور. الناحيه الثانيه تيم الاوكامي، تيم الاوكيباي بيبيكات جلو، بيتريكس، واكاي، كاديتا، وكمان جوليان. تفتكر هما بيفتقروا ليه تواجد الفرونت لينز فريق الاوكيباي؟ لا، موجود جلو زي ما احنا قلنا، وموجود اكاي نوعا ما، ولكن كاري هتكون ازمه يعني بشكل كبير جدا بالنسبه للاثنين. ولكن خلينا نقول فرقتين اقويه جدا نوعا ما. فريق الاوكيباي هيكون ظاهر اكتر في الايرلي جيم، او هيكون ظاهر اكتر لحد الميد جيم، لكن لو وصلنا للليت جيم اعتقد انا هكون معاك يا ياسو 100% ان فريق اوكامي هيقدر يستحوذ على كل التيم فايتس. لكن خلينا سريعا سريعا نقول ان خلاص المباراه ابتدت، والجانجلرز حاليا في البافس بتاعتهم زي ما احنا شايفين، ليو ابتدى بالريد باف، وكينجي الناحيه الثانيه ابتدى بالريد باف. هل خططهم ان هم يعني الاثنين حبوا يبتدوا بالريد باف وهيتجهوا ان هم يعملوا جانج الجنجلر الخاص بيه؟ ولكن يعني برضو هي زي ما انت قلت في البداية خالص، ممكن تكون هي او مش ممكن، هي اكيد طبعا بتكون اختيارات كوتش او استراتيجيات كوتش، فاكيد هنشوف حاجات كتيرة من الفريقين. فريق الاوكيباي في مهمة صعبة جدا في الحفاظ على الستارة في امام او في مواجهة فريق الاوكامي في صراع على، مش عايز اقول لك البقاء، ولكن عشان يدخلوا لي التوب فور، واكيد مهمه صعبه، واكيد مواجهه البطل اصعب، ولكن الاوكامي تيم مازال قد المهمه وقد المسؤوليه. حقيقي زي ما انت قلت، يعني الاوكامي تيم قد المسؤوليه، وارد جدا ان هو يفاجئنا النهارده. فريق الاوكي واي دلوقتي في الصداره نوعا ما مرتاح، ولكن طبعا هو عايز ان هو يعزز الصداره، وعايز ان هو يعني يتقدم بفارق اكبر عن المنافسين. فريق الاوكيباي فريق متميز وفريق عنده خبره، ولكن فريق الاوكامي زي ما احنا قلنا في الاسبوع اللي فات قدر ان هو يفاجئنا بمستواه العالي جدا، وارد ان هو يقدر يفاجئنا النهارده، خاصه ان احنا زي ما قلنا ياسو الفرقتين حافظين بعض، وده هيكون يعني عامل هيخلي المباراه صعبه جدا بشكل كبير. حافظين بعض، حافظين طريقه التحركات بتاعه بعض، فاعتقد الماتش حتى ممكن يطول. هو فريق الاوكامي برضه يعني هو في المواجهه الاولى دي كانت مواجهه الاسقاط فريق الاهلي هنا، وقدر ان هو يقتنص منه نقطه وحيده، ممكن برضو ان هو يقتنص نقطه من فريق الاوكيباي، وممكن برضو في نفس الوقت ان هو يتقدم، ويمكن ان احنا نشوف 2-0 بالنسبه لفريق الاوكيباي، وممكن احنا نشوف 2-1 لمصلحه فريق الاوكيباي. الاوكيباي تيم في مواجهه تعدد او بتعدد تجاربه اللي ممكن فيها يستمر حتى يعني يفضل فيها مستمر في الصداره ومركزه الاول، وفي حين ان فريق الاوكامي تيم مازال يسعى وراء 3 نقاط نظيفه، او ممكن برضو نقطتين يكونوا كفايه عشان يقدر ان هو يكمل. شايفين دلوقتي مع بعض 4-1 بالنسبه لي فريق الاوكيباي تيم، واللي بدا المباراه بدايه سريعه جدا وبدايه موفقه منه 4-1 في السكور، والتفوق بالنسبه برضو للتيتل راحت واحده لمصلحه فريق الاوكيباي. الماتش الريتم بتاعه سريع جدا يا خولي. حقيقي الماتش الريتم بتاعه سريع زي ما انت قلت يا ياسو، وزي ما احنا ذكرنا الفريقين نوعا ما بين كاديتا وجوليان، قدرت ان هو يسكيور الكل على الاستاذ فريدريك، وبيروح ضحيه عشان يعزز الفرق لصالح اوكيباي. 5 كلات قدام كلايه واحده لصالح فريق الاوكامي زي ما احنا
احنا قلنا يعني فريق اوكيباي نوعا ما ابتدى بدايه سريعه وقدر ان هو يستحوذ على مباريات الايرلي، وده اللي انا ذكرته في الاول يا ياسو، قلت لك ان فريق الاوكيباي بشكل كبير هيقدر يستحوذ على الايرلي جيم وهيقدر يستحوذ على الميد جيم، ولكن لو وصلنا للليد جيم بشكل كبير الاوكي ممكن ان هو يستحوذ على الليد فايتس، ولكن هل فريق الاوكيباي هيسمح لفريق الاوكي انه يوصل للليد جيم ولا لا؟ طبعا هي الموضوع يعتمد على الشخصيات، بيغلط هنا بيستحمل الايرلي جيم طبعا دلوقتي بيستهدف عالي جدا، ولكن كاكت بيقدر ان هو يرجع بيه استخدامه ليه الالتمت الخاص بكاديتا. احنا شايفين مع بعض طبعا الريتم سريع فعلا بالنسبه لفريق الاوكيباي اللي بيكونوا موفقين بيه بالكادي الايرلي جيم زي ما انت كنت ذكرت. شايفين عندنا طبعا في تقريبا حاجه بتحصل في الباك لاين اكاي، وعندك برضو جوليان كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوا لومينير بشكل سريع، ولكن مهمه ما كانتش ناجحه بالنسبه ليه. بيستهدف عالي جدا بالنسبه لياكي، ياكي بيعمل دمج عالي جدا الثانية اللي بيقع في ولا ايه اللي قدامج عليه عالي في فيرست من ناحية رايس فيم ولا لا؟ بص عندك دلوقتي مفيش فيرست من رايس فيم، ولكن على الأقل كاكاشي في المكان والزمان، ومنزلين الريتريبيوشن منك يا ليو، الريتريبيوشن منك دوا يا ليو. بنبص دلوقتي مع بعض كده لسه مستمر عشان بوينت الريتم بيبقى سريع والريتم بيرجع تاني هادي، ولكن الاوكي باي هو اللي بيتصدر هو اللي بيتسيد. وصلنا دلوقتي بيحصلوا على ثلاث او اربع كيلات في اللقطه اللي فاتت يا كولي، وكمان على الزيرت بشكل سريع جدا. بص عندك دلوقتي بيحاول ان هم يهربوا، ولكن ياكي الدمج عالي جدا. الفورد هيعيش ولا ايه؟ الفورد بيحاول ان هو يعيش، فليكر موجوده من ياكي وشوت داون بتعزز في المالتس مان او الجولد كلينر عند فريق الاوكامي. 1-1-1 فريق الاوكامي يعود بالاخطاء المستمره بالحدوث بعد الحصول على الثيرت يا كولي. حقيقي زي ما احنا قلنا انا مش مستغرب من ان فريق الاوكيباي مسيطر حاليا وممكن يفضل مسيطر لحد الميد جيم، ولكن هل هيقدروا ان يجيبوا لاند زي ما احنا شايفين بيتريكس كده بالسنايبر وقدر ان هو يجيبه على كاري، ولكن طبعا لسه الدمج مش كفايه انه يقدر يعمل حاجه. زي ما احنا قلنا الريتري عند ليو طبعا مفيش كلام عليها، اذا ذكر ليو ذكر اكاي، واذا ذكر ليو ذكرت الريتري العظيمه اللي قادر ان هو يسيطر على التيرتلز كلها وقادر ان هو يسيطر على اللورد. صعب جدا انك تقدر يعني تسرق من ليو سواء لورد او ترتل، ولكن خلينا نقول دلوقتي فريق الاوكي باي مسيطر سيطرته من هنا. الفورد يعني في فايت على بلو، وسينزي بيحاول كده مع بلو، بس اعتقد ان هي هتكون بلا جدوى يعني بلو الاتش بي بتاعه عالي جدا، وبرده فندتا دي بتكون فايت الاكس بي لين دي مستمره معانا على طول. وزي ما احنا طبعا شايفين كاكيتا او كاكاشي سكوره 3-0-5 وده سكور كبير جدا، لازم ان فريق الاوكي يحاول يبدا يوقف كاكيتا يا ياسو. بص عندك دلوقتي كاكاشي ايه بالفعل لسه بتتكلم على كاكاشي، وبالفعل كاكاشي بيعود وبيقدر ان هو يجيب الكل، بيقدر ان هو يساعد اكس بي لين. واولى ابراج فريق الاوكامي اي سبورت بتقع امام قوة فريق التيم الاوكيباي، واللي دلوقتي لازم فريق الاوكامي يوجد الحلول، ولكن فريق الاوكيباي على النقيض وعلى الناحية الثانية لسه شايفينه متسيد الامر. 2 تيرتل بيعززوا بثلاثة تيرتل، تواجد تحت عندك ثلاثة قصاد واحد ممكن ما ياخدوا البرج ولا ايه؟ سبيدي بيحاول يجيب المينيوم، وبالفعل بسنايبر شوت بيقدر يجيب المينيوم، بيقدر يقف لوحده على اربعة، متميز جدا سبيدي يا كولي. حقيقي سبيدي من يعني اللعيبة المميزة جدا زي ما احنا قلنا في ماتش سناك، وارد جدا ان هم يعملوا شغل عالي في البطولة دي عشان عايزين ليه. وهنا بالالتميت بيحاول ان هو يسقط فنتيتا، ولكن اعتقد فنتيتا قادر ان هو بالتشات قادر ان هو يهرب وقادر ان هو يسرفايف، ولكن ليه طبعا بالقلق بيحاول ان هو ورا فنتيتا، مش هسيبك مش هحلك انا وراك، ولكن فنتيتا بيحاول ان هو يهرب. وزي ما احنا شايفين هنا جوليان بالالتميت بتاعته ولكن فنتيتا بيحاول ولكن كل بتروح على فنتيتا، كل عجيبه جدا كل غريبه. فنتيتا كان قدامك تهرب زي ما احنا شايفين بلو يا عيني مزنوق وسط الثلاثه هنا، وهيروح احيانا فرصه بيقدر ان هو يسكيور الكيل عليه وبيقدر يشوف سبيدي يا عالمي يا سبيدي يا اسطوره سبيدي بالتريبل كيل على فرصه، قادر ان هو يسكيور التريبل كيل. سبيدي يا اسطوره سبيدي طبعا حصل على تريبل كيل في اللقطه اللي فاتت، وبالتالي فريق الاوكي باي تيم بيحصل على تقدم تاني في الجولد لين، وبنشوف مع بعض طبعا الصداره بيعززها فريق الاوكي باي اللي بيرسم طريقه لان هو يفضل المتصدر يفضل صاحب النقاط الاعلى، ولكن الاوكامي تيم
كما سبق وقلنا فريق لوكا ميتين قادر ان هو يرجع فيه الليف جيم. اريا كراود كنترول عاليه جدا وتواجد الفرصه بالخط الدولي ممكن ان هي تكون مؤثره جدا على مباريات المباراه. انا حاسس ان ممكن الماتش يتقلب ولكن من دلوقتي يا فوزي صحيح يا اسطى زي ما ذكرنا الليف جيم وارد جدا يكون مع فريق الاوكامي. اه فريق الاوكيباي مسيطر ولكن ده ما يعني ليش اي حاجه. فرق الجولد 7000 جولد فرق كبير جدا. ولكن يا فريق الاوكيباي قادرين تخلصوا الجيم بدري ولا هتروحوا الليف جيم؟ لو رحتوا للليف جيم فريق الاوكامي قادر بشكل كبير جدا ان هو يعمل جيم ولا تعرفش فين العادي بتاعهم من انسبوتبل على فرصه كاسه يا جماعه. عايز جولد عالي جدا بجنح الكاري هنا في الدبل ورا ايزك وزي ما احنا شايفين كده يا كاري يا اسطوره ولكن كاري رايح اكتر من كاسه بيحاول يسيبها ولكن الاسطوره بالداش العظيمه بيقدر انه يهرب ويكون مفيش كيلات وسبيدي هنا بيمس السنايبر احنا ادينا له يا عيني يا ياسو. لو بصينا على اللورد هنلاقي ان اللورد برضه بشكل امن بيروح كده لمصلحه فريق الاوكي باي وبالتالي فريق الاوكي باي تيم بيكون معاه 17 كيل قصاد خمسه بيكون فارق 8000 في الجولد خمس ابراج مقابل برج وحيد وثلاثة تيرتل لورد ايضا لمصلحة فريق الاوكيباي. انا شايف اداء الطاغي من ناحية فريق الاوكيباي اللي بيسيب بصمته على ارض المعركة وبنشوف مع بعض دلوقتي اللورد جاي من التوب لين واللي ممكن ان فريق الاوكيباي الاكيد ان فريق الاوكيباي هيكون يحاول على قد ما يقدر يحصل على الافضلية او يحصل على كل ما يمكن ليه اللورد ده ان هو يقدمه. تفتكر اللورد ده نشوف معاه فينش ولا بس تقدم؟ المفروض ان فريق الاوكيباي يحاول فينش زي ما احنا قلنا لازم يحاول ان يجيب بأقرب وقت زي ما احنا قلنا فريق الاوكيمي الكومبو بتاعه قوي جدا في الجيم احسن يعني في فرصه هنا بيحاول بالاصل ان هو يطير ولكن اللورد موجود في التوب لين اللورد مش هيقدر يعمل دمج كبير على الطول. اعتقد قادرين ان هم يتفنوه زي ما احنا شايفين كاري فتح الالتيميت على اللورد وقدر ان هو يسف اللورد زي ما احنا بنقول كده يعني كاري دمج عظيم جدا واول اللورد نوعا ما ما بيكونش عنده الباسيف ان هو يقدر ياخد نص اتش بي الطول ولكن زي ما احنا شايفين ان اللورد صامده وهنا كاديتا بيحاول كده بالالتيميت ان هو يكلير الويف. اعتقد فريق الاوكيمي قادر ان هو يهولد نوعا ما لحد اللورد اللي جاي. هل فريق الاوكيمي هيبقى عنده فرصه من الفارم زي ما احنا شايفين فريق الاوكي باي فريق عنده خبره يا مستحوذين تماما على الجنجل بتاعت الاوكمي هيفرموا فين يا راجل؟ مستحوذين على الجنجل ومستحوذين كمان على مباريات المباراه. كاكاشي حتى الان 5-0-8 تقدم بشكل كبير جدا في المباراه بس عندك دلوقتي سبيدي من بعيد جدا بيحاول ان هو يوقع شويه في اولى الابراج الاساسيه او الابراج الداخليه. بص عندك كاكاشي بص عندك كاكاشي مش قادر يفتح الارض مش قادر يفتح الارض. رايز جرام بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي الناس جوه البيت ولكن عوده اوه يقدر ان هو يخلي الناس جوه البيت ولكن عوده اوه ياكي ما بيرحمش ياكي ما بيسامحش ياكي ما بيسامحش ولكن لومينير ما يقدرش يوصل في الوقت المناسب ليه بيحاول يعود بفريق الاوكي باي ليه بيحاول يعيش مع فريق الاوكي باي وبيقدروا ان هم يعيشوا وبيقدروا كمان يجيبوا كل على كينجي. اوكي باي تيم يتعملق اوكي باي تيم يتألق. بنشوف مع بعض دلوقتي لوحة حرفيا بتترسم واحدة واحدة من فريق الاوكيوباي اداء الطاغي. هل تفتكر ان احنا لسه ممكن نعود لان الليت جيم ممكن يروح للاوكامي ولا الليت جيم بقى حل مش مطروح قصادنا يا خولي؟ لا وارد جدا ان احنا نقدر نروح للليد جيم زي ما احنا قلنا طول ما الانهبيتورز واقفه وشد حيلها قادر جدا فريق الاوكامي انه يرجع للجيم. لو الانهبيتورز ابتدت ان هي تتكسر هنا نقدر اقول لك ان الجيم بشكل كبير صعب ان هو يوصل معانا للليد جيم. لكن طول ما هم قادرين يديفندوا طول ما الانهبيتورز بسلام ودي اهم ابراج موجوده في الجيم خلاص الفريق قادر ان هو يسرفايف وقادر ان هو يهولد اطول فتره ممكنه. لكن خلينا نقول اللورد خلاص 7 ثواني ويظهر معانا اللورد فريق الاوكي باي طبعا مش هيرحم اللورد ده اكايا على طول وليو اتجه على اللورد واعتقد بنسبه كبيره هيكون فري لورد او لورد مستريح يعني زي ما احنا شايفين مفيش بس غير فريدرين وميناتور اللي موجودين عند اللورد من ناحيه فريق الاوكامي. فريق الاوكامي تيم بيحاول ان هو يلاقي اي شباك او اي منفذ يدخل بيه لجوه. رايس كريم مدمج عالي جدا ولكن الناحيه الثانيه عندك ياكي بيقع ولا ايه؟ ياكي بيقع والدبل كل موجوده لفريق الاوكي باي. اوكي باي تيم بيقدر ان هو يجيب 4 كيلات قبل اللورد مش معقول من فريق الاوكي باي مش معقول يا كبير يا كبير يا كبير يا اوكي باي. بيحصلوا على الكيلز بيحصلوا على الابراج بيحصلوا على كل ما يمكن الحصول عليه في ارض الفجر واللي احنا بنشوفه هو بوش بيحصل في الميد لين وفي نفس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
ايه ده اوكيوباي تيم بيحصلوا على النقطة الأولى باكتساح وأداء الطاغية خولي. أنا مش مصدق عيني حقيقي. فريق لوكي باي فريق عظيم جدا, وده الخبرة اللي احنا اتكلمنا عليها ياس, وقلنا فريق لوكي باي لازم يحاول انه يخلص الجيم بأسرع.